كويس اني لقيتك، انا كنت بدور عليكي. وديني لقيتك ولقيتيني. انا مش فاهمه اي حاجه. طبيعي، لانك اتولدتي من جديد، والطفل اول ما بيتولد بيبقى اعمى مش فاهم الدنيا ولازم يتعلم. من ناحيه التعليم فانا اتعلمت وتعلم عليا كمان، عشان كده نجحتي في الاختبار. بس انا مش فاهمه حاجه، انا ازاي عشت حاجات في يوم وليله حصلت في شهور؟ السؤال ده صعب عليكي قوي تفهمي اجابته دلوقتي. طب لو قلت لك ان انا عايزه اعرف كمان وكمان هتقدري؟ الايام اللي انت عايشتها لي علمتني حاجات كتير قوي. اتعلمتي ايه؟ اتعلمت ان ممكن واحد يبقى شكله خشن وصعب بس من جوه طيب وحنين. اتعلمت ان ممكن حاجه بسيطه جدا بالنسبه لك تبقى حاجه كبيره قوي بالنسبه لحد تاني. اتعلمت ان الحب ممكن يتولد في اي مكان، مش لازم في فيلا وقصور. اتعلمت ان اللي انت عاوزه مش شرط يكون اللي انت محتاجه، وانك مهما صبرت لازم هتلاقي في الاخر. انا عرفت كان قصدك ايه لما قلت شخص واحد بس اللي يقدر يساعدك. الشخص ده انا. انا فهمت وتعلمت، وعشان كده انا دوري انتهى. اللعبه خلصت؟ لا اللعبه لسه ما خلصتش. لسه في ايه تاني؟ انت فتحتي لي عيني على الدنيا. انا عاوزاكي تدخليني في حلم جديد مع ناس جديده في مكان جديد. قدها؟ قدها. لما تحبي تحلمي حلم جديد اشربي من الازازه دي، هتنامي وهتصحي تلاقي نفسك في مكان تاني. فين وازاي وليه ملهاش اجابه، بس خليكي فاكره وركزي كويس، لان الغلطه ما فيهاش رجوع. يا هترجعي بيتك يا هتكملي في حلمك للابد. يلا بينا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجه تفوتك.